السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في حركة جديدة من برنامجكم الجميل شباب المستقبل. وزي ما قلت قبل كده، شباب المستقبل هم أنا وأنت، أخويا وأخوك، كل من هو شاب يبقى هو المستقبل والحاضر وبكرة. النهاردة الحلقة مميزة، النهاردة معايا شاب طموح، شاب لسه بيبدأ حياته بس عمل إنجازات وعمل حاجات جميلة جدا. ضيف النهاردة هو المهندس محمد عمران أبو الجود. أهلا أستاذ محمد. أهلا بك أستاذ هشام. عامل ايه؟ انا الحمد لله بفضل حالي. طبعا لسه هنرجع تاني استاذ محمد، بس هنطلع الفاصل وبعد كده نرجع نتعرف على استاذ محمد. تمام ماشي. الاستاذ محمد عمران انور. رجعنا لكم بعد الفاصل، لسه مكملين مع الباشمهندس محمد عمران. اهلا يا استاذ محمد. اهلا بك يا استاذ هشام. قول لنا بقى، مين الباشمهندس محمد عمران؟ هو انا اسمي محمد عمران، يعني ابن ابناء محافظه سوهاج، شاب من شباب مصر، يعني شاب، يعني زي ما قلت لك ان انا طموح. كل الشباب طموحه وبتحلم بحاجات حلوه، بحاجات كتيره. يعني انا كان حلمي زي ما قلت لك ان انا طبعا بدرس كليه هندسه. طب ازاي ان انت بتدرس كليه هندسه؟ وصلت لها ازاي؟ لا، وصلت لها دي بصعوبه. طبعا اجتهدت ان انا اوصل لكليه هندسه، عملت معادلات كتير عشان انا اقدر اوصلها. الحمد لله انا وصلت لها بمجهودي السنه دي، قدرت اوصل لها يعني بمعجزه، زي ما نقول احنا معجزه في مصر. محمد عمران، واجهت صعوبات ازاي عشان توصل لكليه هندسه؟ والله يعني الصعوبات واجهتها كتير، يعني يعني حاجات صعبه جت عليا ومرت عليا كتير ان انا اوصل لكليه هندسه. جميل جدا ان كلنا نواجه صعوبات عشان نوصل للحلم اللي احنا بنحبه. طبعا باشمهندس محمد، احنا عارفين طبعا ان حضرتك المدير التنفيذي لشركه الصابرين. طبعا انا مدير شركه الصابرين. جميل جدا. اسست الشركه امتى يا استاذ محمد؟ اسست الشركه 2020 سنه السنه دي. السنه دي اسستها. طبعا كان حلمي ان انا افتح شركه واوصل للشركه للحلم اللي انا عايزه. طب اوصل شركه للحلم ده اللي انت عايزه توصله ازاي؟ لازم تتعب او لازم تجتهد ان انت توصل للشركه اللي انت عايزها او المجال اللي انت عايزه. فطبعا كل واحد بيحلم بحلم بيوصل له، بس بيوصل له امتى؟ بعد مراحل كتيره. يعني انا فكرت اجتهد، اشتغلت شغلانات كتير، يعني مفيش شغلانه ما اشتغلتهاش. اشتغلت كل حاجه تخطر على بالك او تخطر على الشباب انا اشتغلتها. مفيش حاجه الناس اسمها شغل عيب، لا مش عيب الشغل اصلا. اشتغلت في عصارات، اشتغلت في كل حاجه تخطر على مستواك انا اشتغلتها. عشان اوصل للحلم اللي انا عايزه النهارده، وصلت له المكان اللي انا فيه، هو المكان ده وصلت له بسبب حلمي. جميل جدا ان يكون عندك اراده وتكون حابب الحاجه اللي بتعملها وبتسعى ورا حلمك وبتشتغل، والشغل مش عيب، اي مجال نشتغل فيه مش عيب. المهم الاراده ونوصل للحلم اللي احنا عايزينه. طيب ممكن تكلمنا بقى عن الشركه اكتر بوضوح؟ الشركه بتقدم ايه مثلا؟ حضرتك بتستورد ايه؟ انا عرفت ان شركه استيراد وتصدير، يعني حضرتك بتستورد ايه؟ بتصدر ايه مثلا؟ تمام. طبعا كل اللي يسمع كلمه استيراد وتصدير يقول لك ايه هو بيستورد ايه او بيصدر ايه. ما ممكن يقول لك ده منتج معين بيصدره وبيستورده. لا، انا السجل بتاعي او الشركه بتاعتي دي بتصدر اي منتج عام. بمعنى ايه منتج عام؟ بمعنى ايه السجل بتاعي؟ رقم 12 في مصر. رقم 12 في مصر، يعني ده مفيش منه غير 12 سجل في مصر. فانا بستورد اي منتج يخطر على بالك، سيارات، علاج، ميك اب، ملابس، كل المنتج اللي بتنزله في مصر شغال فيه مستورد انا بستورده. جميل. وبصدره. جميل جدا. لجميع الدول، مش دوله واحده يعني اقف عليها، لا انا متعاقد مع جميع الدول. الا حالتين بس، دولتين هم ممنوع لهم اتعاقد معاهم. زي تركيا واسرائيل. جميل جدا. لسه ما اتعاقدتش معاهم ومش هتعاقد معاهم. جميل جدا. هل شركه حضرتك يا استاذ محمد ليها افرع ثانيه ولا الشركه مختصه بمصر فقط؟ لا، ليها افرع طبعا. عندي فرع في الحرم الجامعي، فرع في البحر الاحمر، فرع بورسعيد، فرع سوهاج.
انا السؤال بس لحضرتك بقول لك مش فروع في مصر، انا بسال حضرتك هل الشركه ليها نشاط برضو خارجي خارج مصر؟ اه ليها دول اخرى وكده. اه ليها دول اخرى، ليها ثلاث افرع بره مصر، عندك اليابان، عندك الصين، عندك ايطاليا. جميل جدا. حضرتك اسست الافرع اللي خارج مصر دي ازاي؟ لا الافرع بره مصر مش خصصتها وحديه. جميل. دي مؤسسه شريك ليا رجل اعمال في مصر اسمه الحاج عمران، ده يعني اسمه تشابه لوالدي، يعني مبروك حد يقول لا والده ازاي سجل، لا انا اسمي محمد عمران انور محمد. جميل. شريكي اسمه عمران انور حسن عبد الله. جميل. دي رجل اعمال ليه صلاحيه انه يفتح اي فرع او اي بيزنس بره مصر. انا لسه عشان شاب صغير ما وصلش 25 سنه ممنوع افتح اي شغل بره مصر، وما ضمنتش رجال اعمال ان انا افتح بره مصر. جميل. رخص رجال اعمال لسه ما ضافتليش ان انا افتح اي فرع بره مصر. بس الافرع الخارجيه برضو ليه تبع حضرتك؟ تبع حضرتك بس ليك شريك طبعا. ليه شريك فيها. جميل. خارج مصر فقط. جميل. اما داخل مصر زي ما قلت لك دي افرع خاصه بيا انا نفسي. جميل جدا يا استاذ محمد. طبعا عرفت ان حضرتك اتكرمت كتير واخد شهادات كتير واتكرمت من كذا مكان، واخرهم تكريم من افضل شخص، افضل 50 شخصيه عربيه. ايوه طبعا. صح. اه إيه حضرتك التكريم ده جه من ايه مثلا؟ جهه ايه مثلا او الجهه اللي بعتت لحضرتك؟ المنظمه العربيه الدوليه. المنظمة العربية الدولية. المنظمة العربية الدولية فضل المنازعات. هي اللي كرمتني وبدأت تكريم اللي هي في 50 شخصية. هي الصورة اللي قدامنا على الشاشة دي صح؟ اللي لسه معدية. لا الصورة دي خدت فيها لقب سفير السلام. لقب سفير السلام. سفير السلام بالمنظمة. جميل جدا جميل جدا. اه طب كلمنا عن الصور دي كده يا استاذ محمد، والصورة دي كانت فين؟ الصورة دي كنت في شركة اسمها شركة بلان بي. الكورسات. شركة كورسات وكده. شركة كورسات. دي شركة اتعلمت فيها عن ازاي اعمل بيزنس والحاجات دي. اه كلمنا عن الشهادات الجميلة دي. الشهادة دي جميلة جدا. لقب مستشار سيد مستشار دي تزييف تزوير، دي خدتها من المنظمة العربية الدولية برضه. اه واخدها برتبة مستشار. رتبة مستشار. جميل جدا. وسنك لسه صغير. الحمد لله برضه ما هو حلمي ان انا اوصل له الحاجات دي. جميل. ودي برضه دي حاصل عضو سفير السلام. سفير السلام. مؤتمر السلام. جميل. مؤتمر السلام برضه من الشهادة خدتها في الغردقة من المنظمة العربية برضه في شهر 2 اللي فات. جميل جدا. نجاحات جميلة جدا يا استاذ محمد. طبعا دي صورة مجموعة الشهادة اللي هي الأدرع. اه جميل جميل جدا. والهيئة العربية الدولية برضه. اه من لقب برضه لقب مستشار ومعتمدة برضه وزارة الخارجية. جميل جدا. يعني حضرتك دلوقتي استاذ محمد عمران هو مهندس ومستشار أيضا. والمدير التنفيذي لشركة الصابرين. طبعا. جميل جدا يا استاذ محمد. لو هنكلم استاذ محمد نقول له يعني استاذ محمد واجه صعوبات ايه عشان يوصل للكلام ده؟ انت حضرتك قلت انت اشتغلت كل حاجه. اه طبعا. طب ايه الصعوبات اللي واجهتك مثلا وانت بتفتح الشركه نفسها؟ كأوراق يعني كحاجات زي لو كده. لا طبعا هي صعوبات جامده. ان انا افتح شركه دلوقتي صعبه. صعبه ان تفتحها، مستحيل ان انت تفتح اي شركه. طب يعني تفتح شركه وسنك صغير؟ جميل. ده مستحيل. مين ساعد استاذ محمد مثلا؟ الوالد، الوالده، طبعا الاصدقاء؟ واهلي ساعدوني. ساعدوني. هي الشركه باسم اخويا الكبير. جميل. بس انا مدير تنفيذي بيها لان هو واخد شهاده الجيش ومخلص تعليم. جميل. فانا مدير تنفيذي بيها لان دي حلمي. انا دلوقتي مش هينفع افتح شركه باسمي. ليه مش هينفع افتح شركه؟ ان انا سني لسه ما وصلش للسن القانوني. جميل. ما وصلش ان انا اخدت شهاده الجيش عشان انا افتح شركه باسمي خاص. بس انا واخد منه توكيل عام اني مدير تنفيذي للشركه. جميل. ان انا اقدر بنفذ، بمضي الاوراق، كل حاجه بخلصها باسمي انا فقط. كويس جدا. الطموح طبعا والهدف، وان انت بتسعى وبتصر ان انت تعمل حاجه ليك ولنفسك. طيب استاذ محمد لو هيكلمنا عن سوهاج بقى، سوهاج البلد الجميله، استاذ محمد قدم ايه لسوهاج او بيفكر يقدم ايه لسوهاج مثلا؟ والله اني انا اقدم لسوهاج دوكيتي لسه ما قدمتش حاجه الصراحه. بس انا هقدم لها الايام الجايه، هقدم لها حاجات خياليه مستحيل حد يفكر فيها او يتخيلها. يعني هفتح فيها مشاريع وهفتح فيها حاجات. يعني انا حلمي ان انا هفتح فيها ان شاء الله مصانع سوهاج، هضيف فيها مصانع ليا شخصيه باسمي انا. كنت ناوي ان اخش مجلس الشعب، بس دلوقتي زي ما انت قلت لك يعني ان سن لسه قانوني. جميل جدا. مجلس الشعب الايام دي انت بياخد من سن كام؟ من 25 سنه وانت طالع. جميل. فانا دلوقتي انا سني ما وصلش 25 سنه. سن حضرتك كام؟ انا 23 سنه. لا جميل جدا، 23 سنه ومحقق كل ده، ده نجاح جميل جدا. الحمد وده لله. دليل على الاداره، الاراده طبعا، الإرادة طبعاً والتوفيق والنجاح طبعا من عند ربنا طبعا. بس جميل جدا ان انت عندك عزيمه وبتسعى لحلمك طبعا. طيب انا سمعت برضو ان حضرتك مش بتمارس برضو مهنه المدير التنفيذي، وبتمارس مهنات ثانيه على ما اظن، اعلام او صحافه او حاجه زي كده. انا برضو مقدم واخد منظمه برضو كورس الصحافه والاعلام، بدرس الصحافه والاعلام. جميل. بدرس في جامعه كليه الهندسه. طبعا بدرس في مجالات كتيره طبعا. ليه طبعا بتدرس ده كله؟ حابب كده. طب حابب يعني، في ناس تقول لك طب هو ده مجنون.
او بتكلم فيه؟ لا مش جنان ولا حاجه، انت اكيد حابب تكون متعمق في كل المجالات عشان تكون فاهم في كل حاجه. ايوه انا حابب ان انا ابقى كل حاجه فاهمها. جميل. فاهم مثلا استاذ هشام عايز ايه شغال فيه، انا لا اكون شغال فيها عارفها. كل حاجه لازم اكون فاهمها. جميل جدا يا استاذ محمد ان انت تكون متعمق وفي المجال ده وفي المجال ده وفي المجال ده. الانسان الذكي او الانسان الناجح اللي هو يكون فاهم في كل حاجه ويدرس كل حاجه ويتعلم عشان لما يقعد مع اي حد او في اي مكان يبقى عارف هو بيقول ايه وبيعمل ايه. طبعا. جميل جدا. طب بص محمد، لو عايزين نتكلم عن سواك شويه، انا سمعت انت مترشح في حاجه في سواك، لو عايزين نعرف عنها شويه. انا مترشح على مجلس محلي المحافظه. مجلس المحلي في الشباب، يعني شكرا لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي على يعني للشباب مهر، يعني يقدر يشغل بيها يقدر يمارس بيها الشباب. خدنا احنا نسبه من شباب 25% ان نقدر نخش بيها انتخابات. حلو. ان شاء الله انا مترشح فيها عن الدوره دي ان شاء الله عضو مجلس محل المحافظه ومسؤول عن المحافظه كلها. جميل جدا. طيب استاذ محمد جميل جدا يا استاذ محمد. طبعا مين دول بقى يا استاذ محمد؟ نبص على الشاشه بقى، مين الناس الجميله اللي معاك دول؟ طبعا دي على الشمال اللي هو حسني حجازي. جميل. على اليمين دكتور المستشار هيثم المغربي، ده رئيس المنظمه، والدكتور هيثم حجازي طبعا ده اللي هو اكاديميه الشرطه. دي كانت الصوره دي في الغردقه يوم خدت لقب سفير السلام. ده رئيس المنظمه. والصوره الجميله دي، دي الصوره دي كنت اتكرمت فيها في افضل، يعني كنت متكرم فيها لقب مستشار. دي تابعه للهيئه العربيه، الهيئه العربيه الاولى. والصورة الجميلة دي، دي برضه نفس الحكاية كنت بتكرم فيها مع الدكتور هيثم في قاعة المؤتمرات. جميل جدا جميل جدا. طبعا هنرجع لك تاني يا استاذ محمد، بس هنطلع لفاصل الاول ونرجع نكمل تاني مع الباشمهندس محمد عمران. ورجعنا لكم بعد الفاصل، لسه مكملين مع المهندس محمد عمران ابو الجود. منورنا يا باشمهندس. منورك يا باشمهندس. لو سالنا بقى الباشمهندس محمد عمران، باشمهندس بيفكر ايه؟ يعمل ايه الفتره الجايه؟ يعني بيفكر يفتح افره جديده للشركه، بتفكر في حاجه جديده، بيفكر تعمل حاجه او تشارك في نشاط جديد او حاجه معينه مثلا؟ هو الايام الجايه ان شاء الله انا افتح افرع للشركه ثاني. افرع ثانيه؟ افرع ثانيه. جميل جدا. ان شاء الله يعني في خلال السنه الجديده هيكون كل محافظه فيها اسم شركه الصابرين. وليها فرع كل محافظات مصر. جميل. يعني انت هتفتح افرع في مصر تانية ولا افرع خارجيه في دول خارجيه برضه؟ يعني دلوقتي انا هبدا جوه مصر. هتبدا جوه مصر، مصر دولتي الاول، هبدا افرعها كلها بعد كده ان شاء الله هنوي هفتح بره مصر افرع تانية مع شريك ان شاء الله. جميل جدا. طب لو قلنا لاستاذ محمد، مين اكتر حد دعم الباشمهندس محمد عمران؟ اهلي طبعا، والدي ووالدتي. والدك ووالدتك طبعا. طبعا نوجه لهم الشكر والتحيه. طبعا شكرا اكيد. ونوجه طبعا الشكر والتحيه لكل اهالي سوهاج. استاذ محمد، يعني انت بتقول اكتر حد بيدعمك والدك ووالدتك. طبعا. اكتر حد بقى ما كانش بيدعم محمد عمران مين؟ كل الناس. كل الناس. لا اكيد طبعا. بص يا استاذ هشام، اقول لك على حاجه، لما لقوا شخص ناجح ما بيحبوش حد يبقى ناجح. طبعا بلدي انا بشكرها، كله بيقف معايا وبيشجعني، بس في ناس بتقول لك ايه؟ انت مش هتنجح. انا مش بزعل على فكره من كلمه ان انت تنجح. ممكن ناخد الكلام ده على ان هو كلام ايجابي، يعني ناخد الكلام السلبي على ان هو ايجابي، ده يدينا حافز. انا لسه بقول لك، اقول لك ايه، انا لما حد يقول لي انت فاشل انا مش بزعل، انا بفرح اكتر، ان كده بيحمسني ان انا اقدر اجيب مشروع وافتح شغلي واحلم بحلم يخليه اكبر اكتر. جميل جدا يا استاذ محمد. طب كلمه انت فاشل دي بتشجعك. انا بزعل لما حد يقول انت ناجح. لما بقول انت ناجح ولا انا لسه، والله انا لسه في اول درجه السلم ببدا. اللي وصلت له ده لسه بدايه. جميل جدا. استاذ محمد، طيب توجه ايه رساله للشباب اللي لسه بيبداوا حياتهم او بيبداوا في اول الطريق او نفسهم يوصلوا زي استاذ محمد او غيره او ايا كان، تقول لهم ايه؟ انا بقول للشباب كلها، احلم بكره واحلم للحاضر، ما تخليش حد يحبطك على حلمك. ليه؟ لو انت حد حبطك على حلمك
مش هتنجح. خلي ثقتك في نفسك اكتر من ثقتك في اي حد. تمام. يعني بص انا كان ثقتي قويه ربنا ثم بيا باهلي، لازم انجح ولازم حلمي اني اجيبه هجيبه طبعا. فيعني نصيحتي ان انت طبعا كل واحد يحلم بحلم اكتر يمشي ورا حلمه، ما يسيبش حلمه ابدا. جميل جدا يا استاذ محمد. طبعا الارقام اللي على الشاشه قدامنا دي الارقام التواصل مع الشركه، دي ارقام تواصل الشركه ليس لها ارقام اخرى تانية. جميل جدا استاذ محمد. الشركه او شركه الصابرين لها بيدج مثلا على الفيس معين الناس تبحث عنه او لها صفحه معينه؟ صفحه معينه اسمها شركه الصابرين لصيادة التصدير. جميل. عليها الصوره بتاعتي واسم الشركه، عليها الصوره بتاعتك واسم الشركه، شركه الصابرين. شركه الصابرين. تمام. وطبعا كل التواصل هيكون عن طريق الارقام اللي على الشاشه. الشاشه دي طبعا. جميل جدا يا استاذ محمد، وانت حد طموح وحد جميل جدا، وانت بجد مثال للشباب الناجحه والطموحه. طيب تحب تقول لنا ايه مثلا في نهايه الحلقه مثلا لمثلا لاهلك؟ تحب تشكر حد معين؟ انا حد طبعا اشكر اهلي طبعا، اكيد طبعا اهلي ووالدي ووالدتي ارجو لهم الشكر والتقدير، يعني اللي وقفوا معايا وشجعوني اكتر ان انا اوصل اللي انا وصلت له ده. طبعا هما ما سابنيش، يعني كان والدي الله يعني يرضي الصحه كنت وكل ما بيتكلم معايا يقول لي يا ابني لو كانت شركه هتاثر عليك لا سيبها اتجه لدراستك. استنى، لا قلت له انا اقدر اوفق بين الدراسه وبين الشغل. تمام. فيعني الحمد لله ان انا قدرت انا اوصل شغلي واوصل دراستي كل حاجه الحمد لله. جميل جدا طبعا، انه تحياتنا طبعا ليهم، تحياتنا لاهل سوهاج. وطبعا نحب نشكر استاذ محمد على اللقاء الجميل ده، واحنا عرفنا ان في حد ضيف جاي معاك شاعر. محمد عاشور. محمد عاشور. طيب هنطلع لفاصل وهنرجع بقى بعد الفاصل مع الشاعر محمد عاشور. رجعنا لكم بعد الفاصل ونورنا في الاستوديو الشاعر الجميل محمد عاشور. اهلا استاذ محمد. اهلا وسهلا بك. اهلا بيك. الحمد لله. نتعرف بقى استاذ محمد اكتر. استاذ محمد شاعر. تمام. تمام كده. بدات الشعر من امتى؟ يعني 5 شهور كده. 5 شهور. استاذ محمد بيكتب ولا بتلقي بس؟ لا بأدي شعر. بتأدي شعر. كلمات عماد حمدي الشاعر ابن محافظه سوهاج برضه. عماد حمدي ده بيكتب لي كلمات. جميل جدا. طب نسمع ايه من استاذ محمد؟ قصيده عن الجيش المصري وحب الشعب مصر طبعا. اتفضل. يعيش 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 الجيش المصري، يعيش يعيش واقف على مبدأه بثبات، صامد هرم ليه معجزات. الجند المصري ده زيه مفيش، تعظيم سلام من غير كلام، بلدنا حلوة وجيشنا تمام، خير الجنود حاملين عهود يحموا سما وارض الجدود. وقت الشده هم الاسود، وقت الشده هم الاسود، ابطال في الحرب وفي السلام. يا مصر يا بلد الرجاله محروسه وفي العين متشاله، عمر يا مصر طول السنين. يا مصر انا عاشق لترابك، انا حارس واقف على بابك ومعايا كل المصريين. كلنا يا مصر ايد واحده، ولو الظروف قاسيه وجحده هنعدي بيكي ومكملين. بحرك سماكي ضفاف نيلك، شمس النهار وقمر ليلك، في عينينا وقلوبنا ساكنين. جميل جدا. برافو 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 برافو. جميل جدا ان احنا بنكتب حاجه للجيش او بنكتب حاجه في حب الوطن. جميل جدا ان يكون عندنا اصلا حب الوطن وحب لجيشنا وحب لبلدنا. جميل جدا يا استاذ محمد. طب نرجع بقى للبشمهندس. البشمهندس تعرفت على محمد ازاي؟ ده محمد صديقي، يعني عشرة عمري، يعني ده ابن محافظه سوهاج برضه صديقي، وتعرفت عليه يعني في القاهره هنا. يعني بص احنا مش سايبين بعضنا في اي حاجه، في الشغل معايا، في الدراسه مع بعضينا، في كل حاجه مع بعضينا، ما بنسيبوش بعض. انا عرفت كمان ان محمد بيدرس نفس التخصص بتاعك برضو، اعلام وكده. ايوه طبعا بيدرس في، هو بيدرس في صحافه واعلام وانا بدرس في كليه الهندسه وصحافه الاعلام برضو. انتوا في سنه كام طيب يعني محمد؟ هو اولى.
محمد اولى انا بتالتة هندسه وفي اولى اعلام. يعني انت اولى اعلام وتالتة هندسه ومحمد اولى اعلام. طبعا محمد بتمارس هواياتي تاني غير الشعر مثلا؟ انا بمارس هوايات الشعر طبعا. وايه تاني جنب الشعر مثلا الهوايه المفضله لمحمد مثلا؟ الشعر بس. انا كنت فاتح استوديو يعني تمام، انا كنت بغني مهرجانات بس من فتره يعني. تمام، ودلوقتي بدات في الشعر. كان عندي استوديو بسجل لناس، بتيجي ناس بتسجل عندي. كان عندي في سوهاج، وبعد كده نقلته في القاهره هنا في الجيزه. جميل جدا، جميل جدا. بلقي في شعر وكده يعني. استاذ محمد عاشور بيفكر في ايه في الفتره الجايه، او نفسك تعمل ايه الفتره الجايه؟ حلمك طموحك؟ طبعا حلمي بكتب يعني، حلمي طبعا بقدي حاجه برضو لشعب مصر واهل مصر تمام، وبشجع في مصر طبعا، ان مصر دي بلدي. تحب تقول ايه للبشمهندس محمد عمران؟ باشمهندس محمد ده اكتر من اخ بصراحه يعني، بعزه يعني اكتر من اخ. الله يخليك يا صديقي. تحب توجه رساله ايه طيب يا استاذ محمد للشباب؟ الشباب بقى انا حابب اوجه رساله لكل واحد يهتم بالهدف اللي قدامه، يعافر لحد ما يوصل له. ما تيأسش، كمل في الطريق زي ما انت. دايما يعني الانسان لازم يفشل الاول الا ما يلاقي نجاح قدامه. يعني لازم تفشل الاول بعد كده تلاقي خطوه النجاح. انت مش معنى يعني فشلت مره تمام تقول لا انا مش مكمل، لا. عافر ربنا، كل واحد بيجي على قد الاجتهاد بتاعه. جميل جدا. امتى محمد عاشور يفكر يكتب لنفسه شعر؟ انا في الكتابه والله انا حاولت بكتب يعني، بس يعني مش داخل دماغي بصراحه. لكن بحب اقدي يعني شعر. يعني انت عايز تفضل ملك بس مؤدي؟ اللي هو تبدي شعر بس مؤدي. طب ما تفكر تكتب يعني، حتى لما تكتب حاجه مختصه بيك انت تبقى حاجه افضل وحاجه اجمل، لما تبقى حاجه مختصه ليك انت بس كمحمد، كتابه محمد وارقام محمد تبقى حاجه مميزه، ممكن بعد كده تطور تبقى روايه، تكتب روايات، تكتب كتب، حاجه تبقى ليك انت طبعا. جميل جدا يا استاذ محمد. نرجع للبشمهندس. بشمهندس طبعا احنا سالنا اسئله كتير قوي يا بشمهندس. طبعا عايزين نسال بقى حاجه مهمه جدا. اتفضل يا باشا. بشمهندس هيتجوز امتى؟ لا جواز استعيتي بعد ما ادي حلمي وادي نفسي يعني مشروع حياتي الاول. جواز لسه شويه على قدام. لا لا انا شايف البشمهندس كده حزين، انت شكلك مريت بقصص حب بقى. لا لا حب لا ولا حب الحاجه، بس انا دلوقتي لازم ادي يعني شغلي بزنس بتاعي. حلمي انا بص على الهدف ليا، لازم ادي الهدف بتاعي الاول وكده افكر في الجواز. يعني استاذ محمد ما بيفكرش في الارتباط والكلام ده دلوقتي؟ لا ارتباط دلوقتي طبعا لا، احنا بندرس ومعانا شركه يعني لازم ادي شغلي الاول. جميل جدا. انا ببني حلمي عشان بعد كده ارتاح، هتجوز وبمرتاح. جميل جدا. استاذ محمد طبعا انت مقيم هنا في القاهره. هو انا بدرس في القاهره، مقيم في القاهره في دراسه، بس الايام دي بضطر ان ابقى مقيم عشان شركاتي. عشان الشركه. الفرع الرئيسي بقى للشركه فين يا استاذ محمد؟ في الحرم الجامعي. في الحرم الجامعي. ده الفرع الرئيسي للشركه. الفرع الرئيسي للشركه. اما الفروع الثانيه دي الفروع الثلاثه فروع ثانيين في المحافظات زي بورسعيد، البحر الاحمر، سوهاج. ان شاء الله زي ما قلت لك اول سنه جديده ان شاء الله هنكون مغطيين على مستوى محافظات مصر كلها، مستوى المحافظات كلها ان شاء الله. جميل جدا، بس ده يحتاج بقى طبعا جهد كبير منك. اكيد جهد طبعا وحاجه جميل. اكيد طبعا، ما هو كل فرع هيبقى فيه طبعا محاسبين وهيبقى فيه خدمه عملاء. احنا مش بناخد اي حد خلاص، احنا بنجيب اتش ار بيمتحن الناس المقدمه على وظيفه. انا مش باخد مثلا اي حد خلاص اني اوظفه، لا انا اجيب اتش ار، والاتش ار هو اللي يقرر مين يتعين ومين مش بيتعين. كويس جدا الفكره، كويس جدا الاختيارات، كويس اختيار اداره كويسه، عشان لما تكون المنظومه كلها منظومه متكامله ومنظومه كويسه تعلى باسم الشركه ويبقى نجاحات ونوصل من ليفل لليفل اعلى. كويس جدا طبعا الكلام. اكيد طبعا يعني هي لازم انا اوصل للحاجه اللي انا عايزها. جميل جدا يا باشمهندس. طب نرجع لمحمد عاشور، نسمع ايه تاني من محمد عاشور بقى؟ لا كده تمام. كده تمام. محمد شعور مش حافظ قصيدة تانية خالص؟ لا تمام كده. أنا سامع البشمهندس بيقول له قصيدة إيه؟ بتاعت الصعيد. الصعيد. نسمع قصيدة الصعيد. قصيدة الصعيد صراحة حلوة عجبتني. ما ينفعش تشعل البشمهندس. حاضر. نسمع قصيدة الصعيد. من خاطر البشمهندس بس. ماشي. اتفضل. الصعيدي لما يزعل عن نخل يتهز الجريد، ولما يزعل ممكن يكسر حديد. الصعيدي شاش وعمة والضمير اهداه وزمة، مكفياكم من منهدة، مكفياكم من منهدة، فرحانين لما قلتوا نكتة، قولوا نكتة وقولوا تاني. في الكتابة الفرق جملة، بس الجبل هتهزوا نملة. لما بحكي عن الصعيد أنا ببقى فرحان وسعيد وقلبي طايب، أيوة بحكي عن الكبائل وراسي فوق بكل زوج. احنا المحاكم واحنا السماح، والرجولة مش نطاح،
الرجولة مش نطاح، نشوف العيال بتلعب بالورق واحنا عيالنا تلعب بالسلاح. يا عم فوق يا عم روق، وقبل ما تقول اي نكتة اعرف فين اساسك، مين في العرب يبقوا ناسك كده، كفاية عليك يمكن تلاقي حد يرد راسك. الصعيد للشمس دافية شمس صافية، والرغيف الشمس يخمر، تاكل في قلبه الدنيا تعمر، طعم ساكن جوه منك اهو اه يا بلد يا اسمر. طب تعرف ساعة العصرية والدكة اللي عليها حصير، قدام الناحية الغربية والموجة دوالع جناديل، وجنبك 30 قلة مية، والراديو ابو زرار عطلان شغال من الحرب الاهلية، في الاوضة المسقوفة جريد، الطوبة اللبن وعمرها ياجي سنين ويزيد، طراوت قلبها تنزل على قلبك ما هيرتاح ما أصله حديد. أما الليل وحلاوة الليل لما نكون أحباب نتجمع، واحد يحكي وواحد يسمع وواحد بالحطب يكسر ويولع، أما سلاحنا هو الكلمة، ونقولنا التاج تبقى العمة، عظمنا ناشف وسرنا كاشف، وفي الجد تلاقي مننا همة، نبقى صعايدة ولا أجانب، نبقى صعايدة ولا أجانب، نبقى أسود وغيرنا أرانب. الله 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 الله، جميلة جدا جدا، وتحياتي طبعا لأهل الصعيد وللناس الجميلة الصعيدة كلهم، ناس رجالة ناس طيبين ناس كويسين جدا. حلوة الحتة عجبتني بتاع النكتة ونملة والكلام ده، جميل جدا طبعا. وعجبني خاصة إن هي على الصعيد، يعني حاجة حلوة إن حد يكتب عن الصعيد. جميل جدا إن حد يمجد في الصعيد أو يمجد في أهله، وجميل جدا إن محدش يتبرى من أهله ويشوف أهله أحسن ناس. طبعا بوجه الشكر طبعا لمحافظة سوهاج، طبعا محافظتي مركز المنشأة قرية أولاد سلامة، طبعا جميلها على راسي من فوق طبعا. طبعا جميل جدا. نرجع للبشمهندس. اتفضل يا باشمهندس. لو قلنا يا باشمهندس الناس عايزة تعرف أكتر إيه هو مجال الشركة وإيه اللي بتقدمه الشركة، الشغل الأساسي بقى. الشغل الأساسي أنا زي ما قلت لك أستاذ هشام إن أنا بقدم عروض، بقدم شغل. ايه العروض اللي بتقدمها الشركه حاليا؟ حاليا العروض احنا بمسابقه السنه الجديده ومسابقه الافتتاح فرع البحر الاحمر فرع بورسعيد، عاملين عرض 30% خصم على اي سجل بيجيني، اي استيراد او اي استيراد استورده دي خصم عليه 30%. جميل. مفيش شركه او مفيش اي مجال بيعمل العرض ده. انا عامله لمده 4 شهور من شهر 12 لحد شهر 3. يعني في ناس بتقول لي انت مجنون تعمل عرض 4 شهور. الناس برضو عايزه تفهم المقصود اللي هو مثلا يعني ايه، مثلا حد يجيب لك سجل، يعني مثلا انت مثلا حد مثلا بيورد حاجه من بره، انت مثلا بتدخلها له مصر تخلص جمارك ولا ايه؟ لو عايز اخلص تخلص جمارك بدخلها له، عايز ادخلها له بالسجل بتاعي باسم الشركه بتاعتي طبعا كده انا بعملها له وبتبقى عليه خصم. ان انا بسجل يعني عام. انت عايز تقول لي دلوقتي ان الاختصاص للشركه اللي هو مثلا تخلص جمارك، تخلص بضاعه، نجيب لك حاجه على السجل بتاعنا كده. تمام. يعني انا بستورد على سجل، لو انت عايز تصدر حاجه بستوردها لك على سجل اسم الشركه بتاعتي في السجل بتاعي. دي افضل ليك، بيكون افضل ليك. ليه بيكون افضل؟ لان انا طبعا زي ما قلت لك انا على رقم 12 في مصر. دي بيخلص حالا ورقك بالسفر الشحنه في بدايه تاخد شهرين ثلاثه في المينا. لا هي بتاخد اقل حاجه شهر. جميل. يعني شركه استاذ محمد شركه الصابرين مختصه بتخليص اوراق، تدخل مثلا تدخل منتجات معينه، تخلص في الجمارك وكده. لا مش منتجات معينه، انا قلت لكم منتج عام، انا بتكلم في العموم يعني اختصاص الشركه. اختصاص الشركه اي منتج بيخص مصر بيخش مصر انا بدخله، اقدر ادخله كعلاج كميك اب كملابس كسيارات اجهزه كهربائيه كل المنتجات بتخص الاعلام انا مش صورتها. طيب مفيش حاجه منتج معين مثلا لشركه صابوني هي مثلا اللي بتجيبه لنفسها او بتستورده وتبيع هي؟ هو حاليا احنا واخدين توكيل ملابس من ايطاليا. توكيل ملابس بنفسنا، احنا بنوزعها بنفسنا على المحلات وعلى التوكيلات التجاري الكبيره. جميل جدا. دي مختصه بشركه الصابرين. دي مختصه بالشركه. الافرع بتاعتها برضو زي ما قلت في الحرم الجامعي ولا ايه هو اللي في الحرم الجامعي؟ افرع بقى التوكيلات الملابس وكده يعني. ملابس. احنا بنوزع على التجار. جميل. الكبيره يعني انتوا بتجيبوا مثلا ملابس توزعوا للتجار؟ بنوزع للتجار احنا. شغالين تجار. كويس جدا وجميل جدا. وقريب ان شاء الله هنفتح توكيل احنا ملابس. قريب هتفتحوا توكيل ملابس باسم شركه الصابرين. باسم شركه الصابرين. جميل جدا يا باشمهندس. نرجع لمحمد عاشور. لو قلنا لمحمد عاشور اكتر حد بيدعم محمد في حياته، اكتر حد بيقف جنب محمد، محمد يقول مين؟ طبعا اكتر حاجه طبعا بوجه الشكر لاهلي وناسي طبعا. تمام. بوجه الشكر طبعا لاخويا ابو عدي عمران الكبير، طبعا هو اللي بيدعمني ويشجعني طبعا. بوجه الشكر العمامي طبعا. تمام. بوجه الشكر لوالدي طبعا، ده ليه فضل كبير برضو عليا. تمام.
بوجه الشغل لكل اخواتي طبعا. لو قلنا الصعوبات اللي بتواجه محمد عاشور في حياته، ايه واجه صعوبات محمد عاشور مثلا؟ ايه الصعوبات اللي واجهتك وانت بتلقي شعر؟ ايه الصعوبات اللي واجهتك عشان تفتح استوديو؟ ايه الصعوبات اللي بتواجه محمد في حياته؟ طبعا الصعوبات برضو بتلاقي ناس انت طبعا متصدره لك للشر طبعا. يعني دايما الانسان الناجح بتلاقي ناس هي متصدره له للشر. دي حاجه طبيعه معروفه طبعا. دايما الشاب الناجح الطموح بتلاقي الناس عايزه توقف في اقرب مشكله توقعوا فيها، اقرب حفره تحطوا فيها عادي، مش بتفرق. جميل جدا. ايه طموحات محمد عاشور في المستقبل؟ يعني استاذ محمد بيفكر فيه في المستقبل كشاعر بس، ولا عايز تكمل بقى في مجال الاعلام؟ بدرس في اعلام طبعا، اكيد هبقى زيك كده طبعا. جميل جدا، ربنا يوفقك. الله يخليك، اتمنى تبقى زيه واحسن مني كمان يا استاذ حبيبي. استاذ هشام، نرجع بقى للباشمهندس. باشمهندس بقى عايزين كلمه اخيره كده لمصر. اوجه شكر طبعا لمصر، اول شكر طبعا لدعم دولتنا والرئيس عبد الفتاح السيسي، واوجه له الشكر ان دعم الشباب الايام اللي جايه دي بندعم فيها الشباب. يعني بوجه له الشكر وتقدير للدوله، بوجه شكر وتقدير لمحافظه سوهاج باكملها، بشباب محافظه سوهاج بالذات. يعني بوجه الشكر برضو اكتر لاهلي، عائله ابو جود طبعا هم اللي دعمونا اكتر، عمامي واهلي. بوجه الشكر خاصا شكرا تقدير لاهل مركز ساغولتا، كل الاحترام والتقدير ليهم طبعا. مركز ساغولتا ده هو اللي دعمني ووقف معايا، شباب ساغولتا هم دعموني ووقفوا معايا، يعني اصدقائي واصحابي هم اللي دعموني اكتر. يعني مركز ساغولتا ده هو اللي دعمني اكتر، يعني بشغلي بالشركه شجعوني اكتر ان انا افتح افرع. مركز ساغولتا ده فين ده؟ مركز ساغولتا في محافظة سوهاج. مركز ساغولتا ده مشهور بالألف مستشار، منهم نقيب محامي العرب سامع عاشور. جميل. من مركز ساغولتا جيراننا فاروق سلطان رئيس محكمة مصرية. دعموك ازاي طيب يا باشمهندس؟ يعني دعموني، شجعوني اكتر، شجعوني ان انا افتح. غير الناس التانية كانت في ناس بتقول لي لا مش هتنجح فيها، طب انت ممنوع تعملها. كانت كل مركز ساغولتا بيدعمني اكتر، شباب مركز ساغولتا وناس مركز ساغولتا مفخورة بيا حاليا. انا بوجه لهم الشكر ان هم فخورين بيا، فخورين بابن بلدهم اللي بيعمل الحاجات دي، وصل اللي وصل له. انا بوجه شكر اكتر حاجه لمركز ساغولتا باكمله. جميل جدا يا باشمهندس، وجميل طبعا زي ما قلت لك ان يكون عندك اراده، وطبعا حب الناس ده اهم حاجه، ان يكون في حد بيدعمك وبيديك حافز لبكره وبيقويك ويقول لك اعمل واسعى واحنا في ظهرك واحنا معاك طبعاً. واحنا كده. طيب يا محمد عاشور طبعا حابين نشكرك وانت نورتنا، وعايزين ناخد منك كلمه اخيره كده بقى، قول لنا كلمه اخيره كده بقى لمصر وللشباب بقى تاني، بس كلمه كبيره كده. كلمه تدي حاجه بس تحب تقول لمصر. طبعا مصر دي جميلها طبعا، فوق راسي والجيش المصري وشعب مصر ايوه حضرتك سكت يعني. انت قلت مصر والجيش المصري وحب مصر، كمل. تمام كده، انا قلت لك طبعا. انت مكسوف ولا ايه؟ ده مكسوفش طبعا، مفيش شعر بيتكسف على فكره. المفروض الشعر ده يعني القاء بقى وكلام وكلام كبير كده مشكله انت كلمتني فجاه يعني، فعشان كده ما جهزتش حاجه. ما جهزتش حاجه. نرجع يا باشمهندس، طبعا حابين نشكرك يا باشمهندس في نهايه الحلقه، ونقول لك طبعا ربنا يوفقك، وطبعا الارقام ظهرت بتاع شركه الصابرين. اي حد طبعا هيحتاج شغل، سجلات، تدخيل حاجات، منتجات، توكيلات، طبعا ده كله حتى طبعا حضرتك ارقام الشركه اللي على المظهر على الشاشه. حابب برضه اقول كلمه ان لا يوجد لي اي افرع اونلاين. يعني اي فرع اونلاين باسم شركه الصابرين جميل مش بتاعنا او مش محترف بيه. افرعنا كلها اوفلاين، يعني مباشر، شغل مباشر، شغل مباشر فرع من الافرع نفسها، كلها من الافرع نفسها. جميل. مفيش افرع عندي على النت، شغل على النت ممنوع. جميل جدا. طبعا في نهايه الحلقه عايزين نشكر الشاعر محمد عاشور، ونشكر المهندس محمد عمران ابو الجود، طبعا نورتوني وشرفتوني حبيبي. وفي نهايه الحلقه طبعا حابب اوجه رساله قويه جدا للشباب، وزي ما قلت من برنامج شباب مستقبل، احلم احلم احلم، وقبل ما تحلم لازم يكون عندك اراده ان انت هتحقق وهتتعب. ليه؟ عشان ان الله لا يضيع اجر من احسن عمله. لازم تشتغل على نفسك ولازم تتعب. مفيش حد بيوصل وقاعد في البيت، مفيش حد بيتعب وما بيلاقيش. كل ما هتتعب كل ما هتلاقي، كل ما هتتعب اكتر كل ما هتوصل لاكتر. وهو ده اللي احنا بنقوله، وكل ده اللي احنا كل شويه بنقوله ونتكلم فيه ونعيد فيه. واكبر مثال علينا زي ما قلنا الباشمهندس محمد عمران والشاب محمد عاشور وغيرهم وغيرهم، ناس عندها طموح، ناس عندها اهداف. لازم احنا كمان يكون عندنا طموح وعندنا اهداف، ونبدا نشتغل على نفسنا ونتعب ونسعى ونقول يا رب. وطول ما انت بتتعب هتلاقي. وفي نهايه الحلقه حابب اقول زي ما قلت قبل كده، شباب المستقبل هم هيبقوا المستقبل. الى اللقاء في حلقه جديده من برنامجكم الجميل شباب المستقبل. السلام عليكم.